خلينا الاول نتكلم على المباراه بشكل عام سريع هي جدا. إيه المباراه من اولها؟ احنا قلنا الاداء جيد جدا تكتيكيا او خططيا لنادي وادي دجله، اداء غير متوقع لنادي سموحه، ما قدرش يستغل في الشوط الثاني، حتى الاطراف حاول شويه، يعني احمد الجمل قدر برضو يعمل شغل ناحيه اليمين شويه ناحيه الشمال الى حد ما. وتاني حاجه ان الماتشات كل ثلاث ايام هتعمل لهم مشكله كبيره، انه هيبقى عليه ضغط كبير انه يلعب من ما بيلعبش اللي بيلعب 90 دقيقه. ما شفناش يعني فضل الكره اللي جت لفضل الشوط الثاني، هي تبين ان عملها مش وحش، يعني عملها كويس جدا. هو ده فضل، يعني انا لازم اوصل فضل هنا، انا مطلوبش من فضل بقى ان يعمل لي كل حاجه ويجي من بره ال 18 هو بالكوره بالظبط. فوصل فضل هنا، وهو طلع في وقت كان هو ابتدى فيه يبقى مميز. طبعا وادي دجله، يعني انا بحيي مستر وولتر على تكوينه للفرقه بغض النظر عن العناصر، لانه